يمكن أنا قلت قبل كده إن إحنا بنعمل المهرجان ده بغرض التنمية، بغرض السياحة، بغرض تنمية الاستثمار في منطقة العلمين. والحقيقة الترفيه والرياضة والإعلام لوحدهم مش كافيين، لازم يكون في تكامل ودعم من الحكومة، وهو ده اللي احنا بنحاول نسعى ليه في الفترة اللي فاتت، وهو ده اللي احنا لاقيينه من الحكومة اللي في الفترة اللي فاتت. ويمكن دي رسالة للعالم كله ان الحكومة المصرية بتدعم صناعة الانترتينمنت في مصر. ويمكن احنا مش بس بنعمل مهرجان العالمين، احنا بنعمل مهرجان ليالي مصر كمان، وايضا احنا عندنا خطط كبيره جدا للسينما وللدراما، وبدون التكامل مع الحكومه ده هيبقى شيء صعب. ما تقدرش الشركه مهما بلغ حجمها انها تقدر تعمل ده لوحدها. احنا بنشكر الحكومه الحقيقه على التعاون في الفتره اللي فاتت، تعاون ممتاز مع الحكومه كلها الحقيقه، وشكرا. محمد زهران، قناة سي بي سي. في البداية برحب بحضرتك مع الوزير في جوهرة تاج البحر الأبيض المتوسط مدينة العالمين الجديدة. وفي إطار بقى الشيء بالشيء يذكر، وصل بالأمس وزير الخارجية التركي هكام فيدان إلى القاهرة في زيارة رسمية، التقى اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم عقد مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سفير بدر عبد العاطي. السؤال هنا، ما هي أهم الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين بما أنهم قوتين كبيرتين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وما هي أبرز المشروعات الجاذبة للجانب التركي داخل الدولة المصرية؟ شكرا. أنا الأسبوع الماضي كنت في بحضر وبتشرف أن أنا بمثل مصر في اجتماع الوزير الدولي الخاص بقمة العشرين، مجموعة العشرين يعني، ومصر دولة مدعوة هذا العام، رئاسة برازيلية، وكنت هناك. والحقيقة كان واحدة من الفرص الجيدة أن أنا أعمل عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع عدد كبير من الوزراء المالية أو رؤساء المؤسسات الدولية، من ضمنهم صندوق النقد الدولي. لكن كان واحد من الاجتماعات الجيدة جدا واللي كنت سعيد جدا بيها هو اجتماعي مع السيد وزير المالية التركي، وهو شخص ممتاز ورجل يعني له سمعة دولية كبيرة يعني. والحقيقة وأنا بحضر لهذا اللقاء ونناقش بعض الموضوعات، كنت محضر على حجم الاستثمارات التركية في مصر، واستوقفني أنه يعني أنا عندي طبعا علم ببعض الشركات الكبرى التركية في مصر، لكن استوقفني هذا الحجم الكبير من الاستثمارات التركية في مصر في عدد كبير قوي من المجالات، من مجالات فندقية زي ريكسس كشركة بتدير فنادق، انتهاء ب صناعات منزلية وصناعات متنوعة جدا. ففي أكتر من مئات الشركات على فكرة التركية في مصر، وحجم كبير جدا، من الدول اللي يمكن رابع أو خامس دولة بنصدر لها على فكرة كسوق مهم لينا، دولة فيها حجم من الاستثمارات بتتم وفي تزايد، فدولة كبيرة منفذ لأوروبا وسوق قوي، سوق يقدر كمان نجح في ان هو يعمل طفرة في التصدير والصناعة، وبالتالي استثماره في مصر بينقل لنا كتير من الامور وبيفتح لنا برضو مجالات للتعاون. فبالعكس انا شايف ان الجانب التركي على الارض هو جانب شريك مهم وشريك تجاري واقتصادي واستثماري مهم ومتواجد بقوة. الزيارات دي طبعا بتساهم في هذا الامر، لكن حتى يعني في اللقاء الثنائي اتفقنا على انه يبقى في تبادل سنوي من الزيارات والتعاون، ان هم نجحوا في بعض الامور قد يكون مهم ان اطلعنا عليها بتفاصيلها، وهم برضو طلبوا بعض الامور اللي هم يطلعوا عليها في بعض الامور اللي احنا قمنا بيها مؤخرا في بعض القطاعات. فالتبادل ده مهم قوي، احنا يعني يمكن دول بنشترك ان احنا حجم سوقنا كبير، ودول لنا تاريخ كبير ولنا تأثير كبير في المنطقة، فالتعاون الاستثماري هو واحد من الروافد ان احنا نبقى عندنا علاقات قوية. فمش بس زيارة النهاردة، لا زيارة الحقيقة ممتدة بقالها فترة، وتواجد التركي في المجال الاقتصادي يعني في تحسن شديد السنوات الماضية. وواحد من الحاجات على فكرة اللي فيها إشادة دائمة على أوضاع الاقتصادية في مصر، انه احنا دايما كمان بنحترم كافة المستثمرين وبنتعامل مع الناس كلها بقدر كبير جدا من الحيادية ومن الالتزام بكل برضو
الحقوق والالتزامات والمساعدات اللي احنا وعدنا بيها اي مستثمر يخش مصر في اي وقت. مساء الخير، اسراء شوين، قناه اون. حضرتك بما اننا في العالمين الجديده، لو اتكلمنا على نتائج الزياره الى العاصمه البريطانيه لندن ولقاء حضرتك مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات الماليه والبنوك الاستثماريه، لو تطلعنا على اخر التطورات الاقتصاديه والماليه والفرص الاستثماريه بمصر والمدن الجديده. شكرا لحضرتك. انا الحقيقه وانا راجع من البرازيل، وانا يعني بعد اجتماعات مجموعة العشرين، أنا يعني قررت إن أنا يعني أقف يوم كامل في مدينة في أوروبا. اخترنا لندن عشان نقابل مجموعة كبيرة من كبرى صناديق وبيوت الاستثمار، سواء المستثمرة في مصر أو حتى اللي بتفكر تزود استثماراتها في مصر أو تدخل مصر. وكان الهدف إن إحنا نعكس أولويات الحكومة المصرية للفترة القادمة، نؤكد على إنه الاقتصاد المصري اقتصاد قادر على تحقيق طفره كبيره متنوع. في تحديات بتقابلنا بالتاكيد، محدش يقدر يخفي ده، انما حبينا نؤكد ليهم على ان وجود خطه برضو فيها اتصال كامل، في تعاون كبير ما بين المجموعه الاقتصاديه. وكان فرصه ان احنا المستثمر عاده بيبقى عايز، على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه وعموما للساده الزملاء، معظم المستثمرين هم على درايه كامله بالفرص الاستثماريه، ويمكن يعرفوه احسن من ناس كتير قوي مننا. هم عارفين الفرص الاستثماريه وبيدرسينها وشايفين ومطلعين، هم بيبقوا عايزين يعرفوا السياسه العامه ايه، ايه الفرص اللي ممكن تكون متاحه للمسانده، اولويات الدوله ايه، اكتر من فرصه. هو بيبقى عارف الفرص الاستثماريه بشكل عام، وبالذات الجدي بينهم. هو مش مستني ان انا اقول له في الاغلب هذه الامور، لكن هو بيبقى عارف، لكن بيبقى عايز يعرف لو انا جيت استثمرت في الفرصه اللي انا شايفها جيده، انتوا شايفينها زي ما انا شايفها؟ هتقدروا تساعدوني ان انا احقق اكبر عائد من هذه الفرصه؟ هتساعدوني ان احنا نقدر ناخد مصر كنقطه انطلاق للتصدير للانتاج؟ فهو بيبقى عايز يعرف السياسات الاقتصاديه عموما الداعمه لهذا الامر. فكان فرصه جيده ان احنا نقعد نحكي لكل مستثمرين. يمكن قابلنا اكتر من 60 مستثمر خلال اليوم ونص اللي هناك، نشرح كل السياسة الجديدة، الأولويات، كل اللي أنا قلته من دقائق دي بلغتهم وبلغة تديهم قدر من الانطباع والثقة الحقيقية. لأنه إن شاء الله بإذن الله كل اللي احنا قلناه ده بإذن الله إن شاء الله هنعمل يعني كل جهدنا على إن احنا نحققه كمجموعة وكفريق عمل في كل حكومة وبالأخص المجموعة الاقتصادية. عمرو موسى، قناة سي بي سي. كلنا تابعنا النهاردة تطور المشهد الاقتصادي العالمي، وأكيد هيكون لنا انعكاسات على الاقتصاد المصري والتطورات في السياسة المالية المصرية. عايز أعرف الاستراتيجية للتعاون يعني للتفادي حاجة زي كده تحصل في مصر، أو التنسيق المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي ومختلف الوزارات للتقليل من أثار هذه الأزمة الاقتصادية العالمية اللي شفناها النهاردة. أولاً التنسيق مع البنك المركزي ده تنسيق دائم ومستمر، ده ما فيهوش يعني، ده انا بتشرف ان انا يعني تقريبا في لقاءات ممتده ودائمه مع السيد محافظ البنك المركزي وزملائنا في البنك المركزي مع زملائنا في الماليه. احنا على تنسيق دائم، هناك استقلاليه كامله طبعا للسياسه النقديه، لكن استقلاليه تعني التنسيق الدائم والمستمر والجيد. وفي نقاط كثيره من النقاط التعاون المثمر اللي في الاخر احنا الاثنين اداتين الاساسيتين لاي اداره اقتصاديه، سياسه ماليه وسياسه نقديه. في الاخر هدفنا واحد، هدفنا سواء خفض التضخم على جانب السياسه النقديه او تعيين تنميه على جانب السياسه الماليه، الاثنين بيخدموا بعض. انا عايز اقول لحضرتك انه رغم كل التحديات، انما لو رجعنا كده هنلاقي ان الاقتصاد المصري برضه بسبب تنوعه، بسبب القدرات الكبيره اللي يمتلكها، يعني بيتعامل دايما مع كتير من الصدمات او التحديات بشكل ايجابي. بتاخد شويه وقت ساعات، بتاخد شويه تحديات، لكن في الاخر هنعمل كل اللي نقدر عليه ان احنا نقوي مرونه وصلابه الاقتصاد المصري، وتخلينا نقدر دايما نتحرك
بشكل في قدر من كمان تحويل بعض التحديات لفرص كبيرة. في فرص كبيرة بتتولد دلوقتي بسبب ظروف كتير عالمية، كتير من المستثمرين بيحاولوا يوجدوا أسواق جديدة تبقى نقطة انطلاق ليهم لأماكن كتيرة. في قطاعات ومجالات واعدة مهمة جدا زي الهيدروجين الأخضر، زي الطاقة البديلة. الحمد لله مصر عندها فرص كبيرة في هذا الأمر، محتاجين بقى ان احنا نجري في هذا الأمر بسرعة ونحول هذه الفرص او الامكانيات لفرص حقيقيه وواقع. فالتنسيق دائم مستمر ما بين الحكومه عموما والبنك المركزي، وما بين وزاره الماليه تحديدا والبنك المركزي، واحنا شركاء في كتير من الامور من ضمنها برنامج الصندوق يعني. شكرا جزيلا، شكر على لقاءنا دوت، وده يمكن أظرف لقاء صحفي يعمله شكلا وموضوعا يعني. فبشكركم على الجو وعلى المكان وعلى الصحبة وعلى التواجد الجميل دوت. شكرا جزيلا، شكرا. معالي الوزير، احنا اللي بنشكر حضرتك ان اختصيت مهرجان العالمين الجديدة واختصتنا بأول ظهور لحضرتك، وعلى إتاحة حضرتك الفرصة للسادة الزملاء الصحفيين من كل القنوات للإجابة على الأسئلة، وعلى كل البشارات الطيبة اللي حضرتك يعني أرسلتها إلى المصريين من خلال هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا موصول لعمرو بيه، وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا.